بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نبدأ في سورة النساء، وهي سورة مدنية إلا بعضها، فإنه نزل بمكة، وهو قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو في مكة، وذلك بشأن مفتاح الكعبة. والقصة مشهورة. وسميت سورة النساء لأن الله جل وعلا ذكر فيها كثيرا من أحكام النساء. تسمى بسورة النساء الطولى فرقا بينها وبين سورة النساء غير الطولى، وهي سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وقد بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قوله تعالى: يا أيها الناس، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى لجميع الناس، وهم بنو آدم وهم البشرية. ناداهم الله جل وعلا وأمرهم بقوله: اتقوا الله. وتقوى الله تكرر بيان معناها، أنها صفة وخصلة عظيمة تجمع جميع أمور الدين. وفسرها العلماء بأنها فعل طاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله رجاء خوفا من عقاب الله عز وجل. الله جل وعلا أمر جميع الناس بتقواه لأنهم عباده، خلقهم جل وعلا لعبادته، فيجب عليهم أن يتقوه سبحانه وتعالى. وقال: ربكم، هذا هو السبب في كونهم يتقونه جل وعلا، لأنه ربهم الذي رباهم بنعمه، والذي خلقهم، والذي تولى شؤونهم، فهو ربهم، فحق عليهم أن يتقوه سبحانه وتعالى. ثم قال: الذي خلقكم. الله جل وعلا هو الذي خلق بني آدم وغيرهم، كما قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء. فالله هو الخالق جل وعلا، والمراد بالخلق هو إيجاد الشيء المعدوم. فالله أوجد هذا البشر وهذا الناس من العدم حين خلق أباهم آدم عليه السلام. خلقكم من نفس واحدة، وهي آدم
أبو البشرية عليه الصلاة والسلام، فإن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وفضله بالعلم على ملائكته، فهو أبو البشرية عليه الصلاة والسلام، وقد خلق الله جميع الخلق منه من نسله وذريته. فهذا فيه تذكير بالمبدأ، مبدأ البشرية، حتى لا يترفع أحد عن أحد، لأنهم كلهم بنو آدم. وخلق منها زوجها، هذا من آيات الله جل وعلا، أنه خلق من هذه النفس الواحدة وهي آدم، خلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام، وجرى بينهما التزاوج كما قال سبحانه وتعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالزوجة سكن للزوج. وقال في هذه الآية: خلق منها زوجها، وهي مؤنثة، فالمرأة يطلق عليها زوج ويطلق عليها زوجة، والأكثر أنها يطلق عليها زوج، فالمرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة، والزوج ضد الفرد. خلق منها زوجها، ثم قال جل وعلا: وبث منهما رجالا كثيرا، أي نشر من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، يعني ونساء كثيرات، وكل الذكور والإناث من البشر فإنهم من ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كلهم أخوة في الإنسانية والبشرية من أب واحد وأم واحدة. ثم قال جل وعلا مكررا الأمر بالتقوى: واتقوا الله، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وخوف عقابه ورجاء ثوابه، الذي تساءلون به والأرحام تساءلون به، فيقول بعضكم لبعض: أسألك بالله. فهذا معنى تساءلون به سبحانه وتعالى، تساءلون به والأرحام. الأرحام بالنصب عند جمهور القراء معطوفا على الفعل السابق أو مقدر له فعل، أي واتقوا الأرحام، كما أنكم تتقون الله جل وعلا يجب عليكم أن تتقوا الأرحام، جمع رحم وهو القريب، والرحم هو ما يجمعك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كل هؤلاء يدخلون في لفظ الأرحام. ومعنى اتقوا الأرحام أي أن تقطعوها، فإن الرحم لها حق، وحق واجب يأتي بعد حق الله جل وعلا وحق الوالدين. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.